السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع متتبعي قناة شباب النور في كل مكان. فيديو جديد عن زراعة الثوم. للثوم فوائد كثيرة ومفيدة لجسم الإنسان، فوائده لا تعد ولا تحصى. ولزراعة الثوم لا بد من تهيئ الأرض جيدا. نحرث الأرض مرتين إلى ثلاث مرات وننظفها من الأعشاب الضارة. بعد ما حرثنا الأرض وقسمناها إلى خطوط أو أحواض، نزرع فصوص الثوم على هذه الطريقة التي تبدو واضحة في الصور. يفضل زراعة الثوم في أواخر فصل الخريف أو بداية فصل الربيع.